يا اهلا بيكم في قناه سوبر سما، ورجعت لكم من جديد في لعبه جنشن امباكت. انا عارفه والله ان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، وانا كمان وحشتكم، فقلت لازم ارجع لكم بفيديو قوي جدا عن شخصيه هي بالنسبه لي العشق العشق بجد، الحب يعني. بصوا كده معانا، نزل في البانر اخيرا يويميا، بس احنا طبعا معناش دلوقتي بريمو جيمز او اي حاجه من دي، بس مش مشكله، احنا نقدر نجربها مع بعض دلوقتي ونشوف العظمة كلها. استغفر الله العظيم، يعني العظمة لله وحده، بس انا بعشقها، انا بعشق الكاركتر دي حرفيا. يعني هندخل دلوقتي نعمل تيست ران اللي هي التجربة للشخصية. اوكي، اوه ماي جاد، على الجمال على الجمال، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بصوا بصوا، امرايا امرايا حرفيا. يلا بينا بقى نجربها مع بعض. بسم الله، احنا عايزين نعمل الاول الطاقة بتاعتنا. واو واو واو، من اجمل الشخصيات الكروس بو او الاكس بو في اللعبة كلها حرفيا. هما حاطينها مع نويل وحاطينها مع بنوتة النار التانية. ماي جاد، بيحصل عظمة، انتوا واخدين بالكم؟ في عظمة بتحصل والله العظيم فعلا، بس الدوشة اللي بتحصل بقى جنبي دي، ده استاذ شاو الكلب بتاعي اللي هو صديقي، انتوا عارفينه لان انا بنزل له مقاطع كتير على القناة. يلا 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 يلا، يلا اديله اديله، طيري يا قمرة طيري. نروح بقى عند البوس ده. لا لا، مش طبيعية مش طبيعية حرفيا، يويميا خطيرة. خلاص خلص الموضوع، بس هي مش قوية على قد ما هي بتدينا استمتاع استمتاع رهيب في طريقة اللعب بتاعتها، ممتعة جدا بجد، حلوة قوي 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 قوي. ما ينفعش نخرج بيها من هنا من غير ما تجيلنا. تعالوا نعمل بقى خروج ونجرب بقية الشخصيات اللي هم مدينها لنا. هو المفروض كمان ان احنا لينا جايزة على التيست ران دوت 20 بريمو جيم. بقية الشخصيات معانا بنت، ان طبعا بنت ده مفيش اكونت ما عندوش بنت في المتابعين او عندي انا نفسي، ومعانا شينيان ومعانا يونجين، بس الهدايا بتاعتهم مش قوية قوي على فكرة. انا كل الشخصيات دي معايا في الاكونت ما عدا طبعا حب عمري اللي هي يويميا، فظيعة يا جماعة فظيعة، دوري ان هي تجيلي، بس طبعا لازم احوش شوية بريمو جيم حلوين كده كتير علشان اقدر اجيبها. بس كده دي كانت حلقة النهاردة، كده حاجة كده استفتاحية لرجوعنا للعبة جينشن امباكت ولرجوعنا كمان في القناة. يا رب تكون عجبتكم، بس اهم حاجة بليز يا جماعة ما تنسوناش في الدعم، لان الموضوع ده بيحبطني جدا. لازم تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وكمان تكتبوا لي في الكومنتس ايه اللي عجبكم وايه اللي ما عجبكوش علشان نطور من نفسنا، واستنوني في حلقة جديدة من قناة سوبر سما.